طيب هذا قدامنا برنامج جافا سكريبت، خلينا نشوف لما انه التنفيذ يوصل للمكان هذا هنا، ونشوف كيف راح يكون شكل الميموري هنا بالنسبة للشخص يبرمج جافا سكريبت. كيف تقنن؟ أول شيء راح يكون عندنا الجلوبال سكوب، هذا الجلوبال سكوب راح اخليه مفتوح زين، هذا اللي هو الجلوبال سكوب. طيب الجلوبال سكوب راح يكون فيه جوا راح يكون عندنا متغير اكس، راح يكون عندنا متغير اكس اللي هو هذا، المتغير هذا راح يكون عندنا الاوبجكت هنا هو عبارة عن map بين properties و values، راح يكون عندنا هذا object، راح يكون عندنا فيه property p1، راح يكون عندنا property p2، راح يكون عندنا property p3. كل property طبعا لها value، فعندنا هذا object، property هذه في hello value حقتها hello، البروبرتي هذه الفاليو حقتها 4، البروبرتي هذه الفاليو حقتها ترو. راح برضو يكون عندنا حاجة هنا مهمة جدا وهي الفانكشن اف، مضبوط. لاحظ ان الفانكشنز في الجافا سكريبت عبارة عن اوبجكت، فاذا راح يكون عندنا الفانكشن اف، فراح يكون عندنا هنا اوبجكت ثالث وهو الفانكشن اف، واف عبارة عن اوبجكت. انتبه الاوبجكت طبعا من اهم شيء في بما ان الاوبجكت هو فانكشن، اهم شيء فيه الكود حق الفانكشن، فهنا موجود الكود حق الفانكشن، وطبعا الكود هذا نوت اكسسبل بالنسبه لنا، يعني كمبرمج ما تستطيع انك تدخل له، لكن تعرف انه موجود الكود حق الـ function. ايضا موجود في property ثانية اللي هي proto، اللي هي prototype هنا، اللي هي طبعا تأشر على object اسمه function بالكابيتال F. هنشوف الـ object هذا وين موجود، لكن اهم شيء عندنا proto هنا. برضو نفس الشيء عندنا في object هنا ايضا عندنا proto موجود اللي هو يأشر على ال على object يكون هذا. طيب هذا عندنا global scope. في فرق بين function object نفسها وبين انه راح يكون عندنا برضه scope جو global scope، راح يكون عندنا scope ثاني للfunction f نفسه، راح يكون عندنا سكوب ثاني راح اخليه مفتوح، هذا اف سكوب، راح يكون عندنا اف سكوب هنا، والاف سكوب راح يكون جواه الفاريبل واي، هذا الفاريبل واي راح يكون عندنا برضو اي بارامتر اي موجود، راح يكون عندنا الاوبجكت اوبج، طبعا انا اعطي شوي تفاصيل للميموري لكن عشان نفهم كيف الانتربريتر يشتغل. في بروب 1 اللي قيمتها 5.6، راح يكون عندنا برضه فانكشن جي اللي الفانكشن هذه اللي جوا فانكشن اف، راح يكون عندنا فانكشن جي هنا، هذه جي نفس الشيء راح يكون فيها الكود وراح يكون فيها البوتو وما إلى ذلك. جوا سكوب حق F راح يكون عندنا برضو سكوب حق الفانكشن G، هو يختلف عن الفانكشن G نفسها، فهذا سكوب حق الفانكشن G، هذا G
سكوب وجوا سكوب هنا ما عندنا الا فيريبل واحد وهو زد فقط. بالحالة هذه بكل بساطة سكر الجي سكوب وسكر الاف سكوب. هذا تقريبا كمبرمج رؤيتنا للبرنامج في سيئة مخفية ما يعني غير ظاهرة هنا. طبعا هنا احنا نتكلم عن حالة الميموري اثناء التنفيذ لما توصل للمكان هذا. في اشياء هنا مهمة بس انه يعني يمكن ما ينتبه لها المبرمج، وهي قضية انه عندنا built in objects، اوبجكت موجودة مسبقا. الاوبجكت هذه مثلا عندنا اوبجكت، فهذا اوبجكت موجود عندنا، هذا مبني بغض النظر عن تفاصيل البروبرتيز والفاليوز اللي موجودة فيه، بس موجود عندنا اوبجكت موجود في الجلوبال سكوب. لاحظ هنا عشان بس التأكيد جلوبال سكوب. طيب موجود عندنا اوبجكت، موجود عندنا فانكشن، وباقي البلتن اوبجكت ايضا بالاضافه للاشياء هذه. موجود عندنا اوبجكت مهم جدا وموجود تقريبا في كل السكوب، في اي سكوب موجود، وهو this object. اوكي او الحقيقه هو ممكن اننا نسميه this فقط، يعني معنى ممكن نوصله باستخدام this. فهذا this object يؤشر على حاجة معينة في global scope. this object يؤشر على scope نفسه وكأنه هكذا عندنا في global scope. بما أن function if هي function، فإذا البروتو حقها هو function. الobject هنا البروتو حقه هو object. الجي هنا كفانكشن البروتو حقها هو فانكشن. هنا اللي هو الاوبجكت هنا جوا طبعا مسموح الاسم نفس الاسم اللي برا فيغطي الاسم اللي برا، لكنه اوبجكت مختلف. فهذا الاوبجكت برضه البروتو حقه هو اوبجكت. طيب طيب هنا عندنا هنا this object برضو. بما أننا استدعينا الفانكشن if هنا بدون استدعاء كفانكشن استدعاء عادي، فإنه this جوا الفانكشن هو نفسه this برا الفانكشن. هذه من قواعد جافا سكريبت. إذا this هذا هو نفسه الجلوبال سكوب. شافك لك هو نفسه الجلوبال سكوب جوا الفانكشن. نفس الشيء هنا عندنا في this، فراح يكون هو نفسه برضه في global scope. هنقول الناس كذا، وهذا السر اللي يخلينا في الجافا سكريبت نستطيع ان الدخول على global variables. مثلا لو استدعينا x جوا الفانكشن f او جوا الفانكشن g، استدعينا ال x هنا، فانه راح يبحث اللي راح تسوي الجافا سكريبت راح تبحث عن ال x في scope حق ال g، غير موجود ال x في scope حق ال g، راح تبحث عنه على انه جزء من this. زين، فبما انه this هنا global scope فاذا راح يكون global object. طبعا global variables في طرق مختلفة يعني لدخول global variable، لكن مثلا في الحالة هذه هي الطريقة لدخول global variable. بالطريقة وبكذا نستطيع ان نسكر global scope عندنا. هذا تقريبا هي تقريبا حالة الميموري أثناء تنفيذ الجافا سكريبت بروجرام هنا. هذا ليس الراينو، هذا حالة الميموري بالنسبة لنا احنا كمبرمج جافا سكريبت. لاحظ اني انا وضعت المفروض انه طبعا this يكون built in، المفروض ما يكون بالاصفر. الاشياء اللي بالاصفر هي الاشياء اللي انت سويتها explicitly. زين، الاشياء اللي بالازرق هي الاشياء اللي انت تتوقع انها موجوده implicitly، يعني تتوقع انها مبنيه من البرنامج اللي ينفذ لك الجافا سكريبت، راح يبني لك الاشياء هذه ويجهزها لك جاهزه. هذا تقريبا هذه نظرتنا
الميموري في الجافا سكريبت، راح نشوف كيف تترجم هذه من قبل راينو، كيف راينو لما ينفذ الجافا سكريبت استخدام الجافا كيف الميموري هذه مضبوط، راح نسوي لها عملية مابينج زين، او يعني يعني فعليا الميموري هذه غير موجودة، اللي راح يكون عندنا راح يكون عندنا شيء مشابه لنا نجعل يعني الحين شكله راح اشرحه في الجافا، لغة الجافا راح يكون عندنا جافا اوبجكت مثلا، والجافا اوبجكت هذه هي تمثل الاوبجكت الموجودة هنا مضبوط. فاذا تتوقع انه مثلا اوبجكت هنا راح يكون في شيء في الجافا يمثل الاوبجكت هذا اوبجكت، ويمثل انه النوع هذا النوع اوبجكت. راح نلاحظ ان جافا سكريبت تستخدم بروتوتايب بروتوتايب انهيرتنس، جافا ما عندنا شيء اسمه بروتوتايب انهيرتنس، عندنا كلاس انهيرتنس تراديشنال واي. اذا كيف يتم تنفيذ الشيء هذا، كيف راينو يحل المشكله هذه بروتوتايب انهيرتنس من خلال الجافا. فاذا راح نشوف كيف الميموري لما يقوم راينو بالتنفيذ. ايضا هناك غير الشيء هذا هناك شيء اخر وهو الانفايرمنت، زي ما قلنا الانفايرمنت هنا عمليه التنفيذ وهي شيء خارج عن الشيء اللي نراه هنا امامنا. بقي شيء سريع الاشاره له فقط، انه في الجافا سكريبت السكوب حقت السكوبز الفانكشن في نوعين، الجلوبال سكوب هو دائما من نوع اوبجكت جافا سكريبت، يعني الجلوبال سكوب هو نفسه الاوبجكت هنا التايب حقه هو اوبجكت، لكن السكوبز اللي هنا التايبز حقها هو من نوع خاص يسمونه بلغه الجافا سكريبت او بستاندردز حقت الجافا سكريبت الفاريبل، لكن اذكر اسمه الفاريبل اوبجكت او شيء زي كذا. ليش هذا من نوع اوبجكت؟ لانه اكسسبل سكوب ممكن الوصول له الجلوبال سكوب عن طريق مثلا ذس، لكن الاف سكوب هنا لا يمكن انك تصل له بطريقه مباشره، بمعنى لا يمكن انه يكون عندك بوينتر او اي شيء ياشر على الاف سكوب هذا. هنا عندنا شيء ياشر على الجلوبال سكوب، لكن هنا ما في عندنا اي ريفرنس للسكوب الداخلي هذا، فهذا من نوع فاريبل اوبجكت ويمثل السكوب حق الفانكشن، اي فانكشن داخلي نفس الشيء هنا فانكشن هذا. فبالتالي راح نتوقع انه في راينو راح يكون عندنا شيء تايب او كلاس لتمثيل الجلوبال سكوب مختلفة عن الكلاس اللي تستخدم تنفيذ السكوبس الداخلية في الفانكشن. راح نشوف هذا ان شاء الله في المرات القادمة.